نادي المعادي الفائز بالمركز الرابع، الأستاذة هبة طلة حامد، الأستاذ محمد نور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بيقلدوا الميداليات، كابتن شريف ضياء رئيس الجهاز لنادي المعاد فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية نادي الزمالك. المهندس عبد العزيز السيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيقلد نادي الزمالك، كابتن محمد السيد مدرب الرجال، كابتن إسلام المحمدي مساعد المدرب، واللاعبين محمد طارق السبكي ومحمد صالح وسيد رمضان وكريم حلمي، كريم خالد العراقي، واللاعب مؤمن محمود حسين ومحمد أشرف، ورئيس الجهاز الكابتن مصطفى نادي الزمالك. أدى موسم طيب، حصد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. تتويج الفائزين الأستاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة. الفائز بالمركز الثاني والميدالية الفضية نادي إنبي، كابتن أحمد علي صالح، كابتن أيمن زكريا رئيس الجهاز، كابتن خالد مدرب الرجال، كابتن محمد شيب المدير الإداري، كابتن محمد الشرقاوي مساعد المدرب، كابتن خالد جمال، كابتن إسلام سنبل اللاعبين، وأحمد نديم وعبد الرحمن أشرف لاعبي نادي إنبي الفائزين بالمركز الثاني والميدالية الفضية. التتويج من قبل المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، والأستاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والأستاذ عبد الرحمن السلاوي رئيس الاتحاد السوداني وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اللي بيشرف المنصة بالحضور. والآن يتم إعلان الفائز بالميدالية الذهبية ودرع الدوري الممتاز المصري للموسم 2018-2019 النادي الأهلي، عمر بدير، شادي مجدي، علي أشرف غلاب، محمود فتحي، محمد البيلي، خالد عصر، سيد لاشين، الخبير الأجنبي زانج تشاولينج، الكابتن محمد صبري مدرب الشباب، الكابتن أشرف صبحي مدرب الرجال، ورئيس الجهاز الكابتن أشرف عبد الفتاح. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. الموسم 11 على التوالي، إنجاز تاريخي غير مسبوق للنادي الأهلي بحصوله على 11 درع لمسابقة الدوري الممتاز المصري لعموم الرجال في تنس الطاولة للمرة الأولى في تاريخ تنس الطاولة المصرية. والآن يتفضل الأستاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بتقديم درع الموسم 2018-2019. يتسلمه الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. درع يضاف إلى رصيد النادي الأهلي من الإنجازات. الدكتور كان بحضور النهاردة الدكتور ياسر نصير مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بالجزيرة، والصور التذكارية الصور التذكارية الآن لفريق النادي الأهلي مع الأستاذ معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد
واعضاء مجلس اداره الاتحاد والاستاذ والاستاذ عادل ابو النصر رئيس شرف الاتحاد المصري لتنس الطاوله والاستاذ عبد الرحمن السلاوي. والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة الأستاذ عبد الرحمن السلاوي رئيس الاتحاد السوداني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإلى أن نلتقي لكم منا كل التحية، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.